في رحلة البحث عن الكمال والكمال لله وحده، شركات الهاردوير بقالها فترة وهي بتتراي هارد قوي في موضوع انها تقلل اسلاك القطع جوه الكمبيوتر على قد ما تقدر، وازاي عايزين يروحوا لحتة ان تجمعات الكمبيوتر تبقى من غير سلك خالص. فالنهاردة MSI بعتت لنا بروجكت زيرو وجمعنا فيها تجميع متوسطة من غير اسلاك. ازيكم؟ حماسية البداية صح؟ عارف اني بقالي حبة ما جمعتش تجميع متوسطة، فالنهاردة جه الوقت بقى نعمل تجميعة بكونسبت جديد شيك، وكمان تبقى ريفرنس للناس اللي عايزة تجمع حاجة للألعاب والمونتاج. وعلى غير العادة هبدأ من المذر بورد أو اللوحة الأم. دي الـ MSI Project Zero بشريحة B650M. فكرة البورد دي كلها إن كل التوصيلات بتاعتها جاية من ورا أو من الجانب الخلفي للوحة، على غير اللي اتعودنا عليه من ساعة معينة يعني على الهاردوير. وأنا هنا قصدي كل التوصيلات بالمعنى الحرفي، بداية من منافذ الطاقة للوحة نفسها الـ 24 بن، لو تلاحظوا هو مش موجود على اللوحة، مروراً بمنفذ الطاقة للسي بي يو او المعالج الثمانية بن، وحتى الهيدرز بتاعت المراوح والار جي بي واليو اس بيز، وكل الحاجات دي كلها جاية من الجانب الخلفي. والجانب الامامي زي ما انتم شايفين مفيش فيه اي توصيلات حرفيا. طب ايه الهدف من كل ده يا ابو خليل؟ زي ما وريتكم السنة اللي فاتت في كومبيوتكس، الشركات دلوقتي رايحة ناحية انها تخلي شكل الاجهزة افضل، حتى الهاردوير من جوه وكل تفاصيله كله بيتسابق دلوقتي عشان يخليه بافضل شكل ممكن، مش مجرد بس شوية انوار وار جي بي بتنور، لا الاتجاه دلوقتي كله رايح ناحية تقليل الاسلاك اللي ظاهرة من قدام عشان السيت اب يبقى كلين ورايق، زي ما حصل بالظبط مع الاكسسوارات انها كلها اتحولت دلوقتي وايرلس، الماوسات والكيبوردات والسماعات والكلام ده كله. عموما البورد دي جايه مع سوكت AM5 مع اربع اماكن لرامات DDR5 طبعا، مع دعم تردد لحد 7600 ميجا هرتز مع كسر السرعه. وبالرغم من ان البورد دي جايه بحجم مايكرو اي تي اكس، فعندنا هنا تحت الشيلد الفضي، بس انا نسيت اعمل السليب مود، فانا اسف. بالرغم من البورد دي جايه بحجم مايكرو اي تي اكس، فعندنا تحت الشيلد الفضي الجميل ده منفذين M.2 عشان لو هتركب SSD، والاثنين جايين بوجه التوصيل PCIe 4. من ناحيه بقى الكونكتيفيتي، فالبورده بتدعم واي فاي 6E بلوتوث 5.3. ومن ناحيه المنافذ الخلفيه الموجوده في الاي او شيلد، فعندنا مجموعه كويسه من المنافذ، 9 منافذ يو اس بي بانواعهم المختلفه، ومنفذ لان 2.5 جيجا، وكمان عندك ديسبلاي بورد واتش دي ام اي عشان لو احتجت فيهم تشغل الكارت الداخلي للمعالج، وده غالبا مش هيحصل في تجميع زي دي. كمان عندنا منافذ الصوت الثلاثه واماكن عشان تركيب الانتنه بتاعه الواي فاي، واخيرا زرار الكلير سيموس والفلاش بويس. فالبورد بغض النظر عن كونسبت الاسلاك اللي من ورا دي، فهي بورده محترمه لاي تجميع متوسطه واعلى كمان. طيب نيجي بقى لتاني قطعه في التجميع وهي البروسيسور، وبما اني بجمع تجميع متوسطه والبورد بشريحه من AMD، فما لقيتش افضل من رايزن 7 7700 اكس. بالنسبه لي ده واحد من افضل معالجات جيل 7000، وكاداء هو يستاهل سعره سواء هتستخدمه بقى في البرامج او في الجيم. وعشان احافظ على حراره المعالج ده هركب مبرد مائي. MSI بعتت لي برده الكور ليكويد E360، كولر اكتر من ممتاز مع المعالج، وهشوف ده في درجات الحراره قدام، بس هو اوفر كيل معايا لما جربته، حسيت ان لو ركبت ال 240 هيكون اوقع وكمان ارخص. ولكن دي مش مشكلتي، مشكلتي الوحيده مع الكولر ده انه ضد كونسبت التجميع شويه، لان المراوح بتاعته كلها جايه مع اسلاك مش ماجنت زي ما شفنا في مراوح كولرز تانية. انا شخصيا ما اعرفش ليه MSI ما طبقتش الكونسبت ده لحد دلوقتي في الكولرز او المراوح بتاعتها، ومستغرب جدا الحقيقه، ولكن كده كده اسلاك الكولر مش هتبقى باينه في التجميع زي ما انت شايف، فما عنديش مشكله، او عندي مشكله لما هتشوف الكيسه من ورا هوريك قدام في الحلقه. المهم دلوقتي القطعة اللي بعدها وهي كارت الشاشه، وهنا هنركب كارت RTX 4060 Ti، دي نسخه الجيمنج اكس سليم من MSI برضو باللون الابيض. ليه النسخه دي بالذات؟ رقم واحد عشان باللون الابيض طبعا، نكمل سيم التجميع. تاني حاجه عشان دي النسخه اللي جايه ب 16 جيجا في رام مش 8 زي ال RTX 4060 Ti الاصلي لما نزل. الفي رام انتوا عارفين انا باكد انها بقت مهمه جدا في الالعاب والتطبيقات دلوقتي، ولو عايز تجميع تقعد معاك حبه لازم تجيب على الاقل دلوقتي كارت ب 12 جيجا بايت في رام فيما فوق. كالعاده هنشوف اداء التجميع والكارت مع بعض في اخر الفيديو، فاستنوا لما نشوف الكلام ده. احنا دلوقتي لسه بنتكلم على القطعه، هنتكلم دلوقتي عن الرامات. القطعة اللي بعدها هي الرامات، وانا شخصيا بواجه مشاكل كتير مع استقرار رامات DDR5 من ساعة ما نزلت، وكمان مع اسعارها المبالغ فيها شوية، فما لقيتش افضل من كورسير فينجنس، ويا رب اكون بنطق اسمها صح. دي نسخة برضو باللون الابيض، كيت 32 جيجا بايت على شكل ستيكين، كل ستيك 16 جيجا بايت، وترددها 5600 ميجا هرتز. رامات مستقرة جدا من ناحية الاداء، وكمان سعرها مناسب بالنسبة لرامات DDR5، غير ان شكلها زي ما انت شايف ده من غير RGB كمان. بالنسبة لباقي قطع التجميع، فالمكونات اللي فوق دي محتاجة حوالي 650 واط باور سبلاي عشان تبقى في الامان، فلو انت هتجمع بنفس المواصفات ركب باور 650. انا MSI بعتت لي الام بي جي اي 850 جي مع التجميع فركبته، وده باور اعتمادي جدا مع توصيلات الجيل الخامس ودعم اي تي اكس 3.0 وكمان شهاده اي تي بلس جولد لكفاءه الطاقه، بس زي ما قلت لك 850 واط كتير شويه على التجميع دي، يعني عايزين تجميع اعلى. اخر قطعه بقى في التجميع ومهمه جدا جدا، وانا حاططها لك من اول الحلقه قدامك، هي الكيس. ليه بقى مهمه بالذات في تجميع زي دي؟ عشان وجود كونسبت زي ده محتاج كيس خاصه، يعني لو هتيجي تركب البورد دي وتحاول تركب الاسلاك كلها من ورا في كيسه مش مجهزه لده مش هتعرف.
تعرف دي الام اس اي بانو ام 10 يعني اسم طويل كده، هنسميها كيسه البروجكت زيرو، وهي واخده طابع كيسات الهايت الترند اللي هي عندنا هنا ثلاث مراوح عشان الفلو. ممكن تسال هو الهواء ازاي بيخش من هنا؟ لو بصيت على الكيس من ورا هتلاقي ان في فتحات لدخول الهواء، لدخول الهواء الساقع يعني للجهاز، فالاير فلو تمام. بس مشكلتي برده مع المراوح دي انها برده بسلك، سلك للطاقه وسلك ار جي بي، ما فيهاش هذا الماجنت اللي كان ممكن يغنيني عن المشكله الوحيده بالنسبه لي في بروجكت زيرو، وهو هذا المنظر. يعني احنا حلينا شكل الاسلاك من قدام وانا مقدر ده جدا، نقلنا الاسلاك ورا فالكيبل مانجمنت زي ما انت شايف، واللي مزود العك شويه ورا هو المراوح الكولر مش ماجنت زي ما قلت لك، لسه بتستخدم النظام القديم فما ساعدش يعني ان الاسلاك تبقى اقل. كمان المراوح الكيس نفسها نفس الحوار زي ما قلت لك. انا عارف ان ده في الجنب اللي ورا ومش باين، وفي ناس كتير قوي بتعك في الاسلاك ورا في الكيبل مانجمنت، بس احنا بالنسبه لنا برضو عايزين شكل السيت اب من ورا يبقى منظم اكتر. وبس كده، دي كانت التجميعه. تعال نشوف بقى الاداء بتاعها عامل ازاي، وخلونا نبدا مع الالعاب. طبعا تجميع فيها RTX 4060 Ti، فهي موجهه لدقه العرض 1080 بي بشكل اساسي. ممكن تمشي لك شويه 2K في بعض الالعاب، مش كلها يعني هتعرف تعدي 60 عشان ابقى صادق معاك. ففي الالعاب اللي جربتها واللي ظاهر لك البنش مارك بتاعها على الشاشه دلوقتي، التجميع قادره تعدي 60 فريم واكتر كمان في معظم الالعاب الثقيله. سايبر بانك على الترا متوسط الفريمات فيها كانت 97 على 1080 بي و56 على 2K. هوجورتس ليجاسي قدرت اجيب فيها 64 فريم على 1080 و52 على 2K. نفس الكلام في الان ويك 2 وجادو 4. حتى لما جربت بقى العاب زي لاست اوف اس وستار وورز، الالعاب متطلبه شويه على الفي رام، ما كانش عندي اي مشكله، والسبب في ده ان الكارت زي ما قلت لك جاي مع 16 جيجا بايت في رام، ودي حاجه كويسه جدا. غير طبعا ان انا بحب اكد دايما على الميزه الحصريه لكروت 40، وهي دي ال اس اس 3 والفريم جنريشن، حرفيا بيفرقوا جدا جدا زي ما عرفتك قبل كده. وفي العاب الاي سبورتس بقى فريماتك يا باشا طاير لحد 300 و400 ما عندكش مشاكل، لو انت شخص بقى اي سبورت تايتل بقى وتعريق وكده. بالنسبه بقى لاداء التجميع في البرامج والمونتاج، فدي شويه ارقام التستات اللي انا عملتها هسيبها لك برده تظهر على الشاشه، بس عشان ما تتلخبطش، عايز تشتغل مونتاج هتعرف، عايز تايديت فوتوشوب وشغل تقيل هتعرف. اعرف الميكس بين 7700 اكس و 4060 تي اي في الفئه المتوسطه انا شايفه مثالي جدا جدا حاليا، خصوصا بقى لما نتكلم عن درجات الحراره، لان المعالج ده في اقصى حالات الضغط ما عداش ال 71 درجه. عشان كده قلت لكم في اول حلقه ان عديت شويه الحته بتاعت ان الكولر من غير اسلاك، عشان فعلا اداؤه كويس جدا مع المعالج. بس برضو لسه عند رايي، لو انت جبت الكولر 240 بس كفايه قوي على البروسيسور ده، ودرجات الحراره تبقى كويسه كمان. فيعني انت لو عايز تقلل الكوست من عليك شويه اعمل كده، ما تبقاش زيي انا بحب الاوفر كيل. اما كارت الشاشه فتبلين نسخه الجيمنج اكس تحفه، لو هتسالني يعني الكارت مش يزيد برضو عن 60 درجه في اتقل لعبه انا جربتها مع اعلى سيتنجز، وكمان ده اختبار في فيرمارك اهو، الكارت مش هيعدي 60، ودي درجه حراره اكتر من ممتازه بالنسبه لكارت الشاشه، وانتوا عارفين كده كويس. فباختصار انا مبسوط بالتجربه جدا، التجميع في الكيس كان لذيذ، فكره ان البي سي من جوه مفيش فيه اسلاك كتير ده مريح جدا للاعصاب. كان ناقص بس الكابل بتاع كارت الشاشه يبقى كمان هو من ورا، وده هيحصل في المستقبل القريب، اوريدي في كونسبتس اوريدي في حاجات في السوق فيها الكابلات كمان بتاع كارت الشاشه من ورا، فالموضوع كله هيتحول قريب كده. بس اللي عجبني اكتر في بروجكت زيرو بقى، لو اسالني انه مستهدف الفئه المتوسطه عادي، يعني اللي حقهم متوسطه زي ما انتم شايفين، وكمان كيسه ميد رينج مش عشان كونسبت جديد او حاجه يعني فانسي فحاصرينه في الفئه العليا، لا عادي لو انت عايز تجمع تجميع متوسطه وبكونسبت جديد هتلاقي خيارات موجوده في السوق. وبس كده، لو عجبتك الحلقه ما تنساش اللايك الشير الكومنت الحاجات الحركات. السلام عليكم. التوصيلات بتاعتها كلها جايه من الورا او من الورا؟ انا تعبان، كله بيتسابق عشان يخليه بافضل حله ممكن الاوفر. وبالرغم من ان البورده جايه بحجم معلش يا جدعان عندي برد، بس هو اوفر كيل جدا معايا الصراحه. كمان ايه كمان دي، انا شخصيا ما اعرفش ليه ام اس اي ما طبقتش الكونسبت ده لحد دلوقتي في انا طلعت بره البتاع